اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. أنت كمؤمن حينما تعتز بالله أنت أقوى الأقوياء. ورد في بعض الآثار: إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، وإذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك، وإذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله. إخوتنا الكرام، لا يجتمع مرض نفسي مع الإيمان، لأن الله موجود، كل شيء بيده. اتصور طفل أو شاب سيق للخدمة الإلزامية، والده قائد الجيش، والده، وفي بالجيش عريف ومساعد وملازم، ملازم أول ونقيب ورائد ومقدم وعقيد وعميد، كل هذه الرتب مهما علت في قبضة أبيه. فإذا هدده عريف وبكى، معناتها غبي جدا. يعني الإنسان حينما يؤمن بالله، أي قوي هو في قبضة الله، كل ما حولك بيد الله، كل من حولك بيد الله، كل من فوقك بيد الله، كل من تحتك بيد الله. لا يمكن أن يقبل خوف وفزع وهلع وانهيار مع الإيمان بالله، بل إن الإيمان بالله أصل في الصحة النفسية. التماسك والقوة والمعنويات المرتفعة ومواجهة الأخطار بثبات ورباط الجأش تحتاج إلى إيمان. يعني القصص التي يرويها القرآن هي لمن؟ هي لنا. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون. بالمنظور الأرضي باحتمالات النجاة صفر. فرعون بجبروته، بقوته، بأسلحته، بحقته، بطغيانه، وراء فئة وشرذمة قليلة جدا مستضعفة خائفة وصلت إلى البحر وهو من ورائهم. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. الله عز وجل يريدك أن تثق به، يريدك أن تكون مطمئناً لقدرته ورعايته. فلذلك من صفات المؤمن أنه واثق من نصر الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذهب إلى الطائف وكذبه أهلها واستخفوا به واستهزأوا به وأغروا صبيانهم أن ينالوه بالأذى وسال الدم من قدمه، الآن قفل راجعاً إلى مكة، يقول له زيد: يا رسول الله، كيف ترجع إلى مكة وقد أخرجتك؟ أنا أتصور إذا كان هناك خط بياني للدعوة وصل الخط إلى النهاية الصغرى، يعني مكة أخرجته وكذبته وكفرت بدعوته واستهزأت به، فلما لجأ إلى أهل الطائف فعلوا أشنع من فعل أهل مكة، ليس له أحد، فقال كلمة لا تنسى، قال: يا زيد، إن الله ناصر نبيه. ثقة الإنسان بالله مبعثها معرفته. ولما انتقل من مكة إلى المدينة مهاجراً ووضعت 100 ناقة لمن يأتي به حياً أو ميتاً مكافأة على من يقتله أو من يقبض عليه، وهذا الرقم 100 ناقة رقم فلكي في مقاييس ذلك العصر، تبعه سراقة،
ليلقي القبض عليه أو ليقتله ويأخذ المئة ناقة. فقال له النبي الكريم بكل بساطة: يا سراقة، كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ ماذا يقول؟ أنت ملاحق، مهدور دمك، تقول كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ أي إنك سوف تصل إلى المدينة سالماً، وسوف تؤسس دولة، وسوف تنشئ جيشاً، وسوف تحارب أقوى دولة في العالم، وسوف تنتصر عليها، وسوف تأتيك غنائم كسرى إلى المدينة، ولك يا سراقة سوار كسرى. والآن أيها الإخوة، العالم الإسلامي خط البيان في النهاية الصغرى، في الحضيض، اصطلح العالم كله على محاربته، وأي عمل عنيف على سطح الأرض ينسب إلى المسلمين، والعالم شرقاً وغرباً يحارب المسلمين، والإعلام بكل قوته يحارب المسلمين، والمؤمن الصادق لا تضعف معنوياته أبداً. إن الله ناصر هذا الدين، إن الله لا يتخلى عن المؤمنين. وأخطر شيء في حياة الأمة أن يهزم الإنسان من الداخل. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.